السلام عليكم. اليوم نعرفكم بموقف للسيارات فيه 7 طوابق يقع في مدينة سطيف، اللي تم الانتهاء من الأشغال ديالو ووضعوا في حيز الخدمة في بلدية سطيف. وهذا يعني المرفق الهام جدا في المدن الكبرى، يستوعب عنده طاقة استيعابية تاع 560 سيارة، وكذلك في حوالي 40 محل تجاري. إذن بالإضافة إلى كونه مركن للسيارات، فهو يوفر عدة خدمات تجارية، يعني يعتبر كمركز تجاري، وهذا شيء جميل أن تكون يعني عدة خدمات مجتمعة في مكان واحد. نترككم في رعاية الله، وحفظه، والسلام عليكم.